أما نور، ننتقل لمساحتنا الجديدة وهي مساحة توعوية أطلق مجموعة من الأطباء الشباب السوريون مبادرة لمساعدة الأشخاص المصابين بمرض كورونا عقمها. كلنا سمعنا بهذا الاسم ومدى الخدمات يلي قدموها هدول الشباب. اليوم أكيد بيسعدنا أكثر نضوي على نشاطاتهم، وخصوصا نحن للأسف بالموجة الرابعة والإجراءات الوقائية والإجراءات الاحترازية لازم تظل أكيد تكون مستمرة. أكيد بيسعدنا نرحب بالأستاذ عدنان الحموي، مسؤول الموارد البشرية في مبادرة عقمها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يعني جهوزية كبيرة عم تكون فيها الدولة ووزارة الصحة للحد من فيروس كورونا، وكثير من الشباب السوري مثلكم عم يضم هي الجهود مع جهود الحكومة لا يتعاونوا ليكون فعليا حد من انتشار هذا الفيروس. عقمها مجموعة شباب هيك حبوا يقدموا مساعدات للناس ويتطوعوا بجميع المجالات الطبية. خلينا نحكي عن عقمها، كيف بدأت المبادرة بدمشق وممكن تتوسعوا بالمحافظات وكيف رح تكون؟ هلأ نحن بلشنا من حوالي سنتين لما كانت فترة الحجر والحظر المنزلي، فطلعنا بفكرة أنه نحن ما عندنا جامعات وقت عطلت الجامعات، فعندنا وقت فراغ كان. طلعنا بالفكرة. أول شيء كانت بس توعوية، كانت بس فكرة توعوية. أول شيء حاولنا ننزل على العالم، ننزل على الشارع نوعي العالم، نحط تاتش مثلا ونحكي لهم أنه يلبسوا الكمامة، يحاولوا يضلوا بالبيت. هذا الحكي كان من سنتين. بعدين مع انتشار الإصابات جبنا أسطوانات أكسجين، صرنا نساعد المرضى وشكلنا فريق طبي. كان فريق طبي بيقدم استشارات ومعاينات ونقدم اسطوانات اكسجين للعالم اللي تحتاجها، توصل لمرحله انه يحتاج اكسجين. خلينا نحكي اليوم كيف الشباب عم يلتحقوا بهي المبادره. خلينا نحكي اكثر كيف هلا كمان فيهم يلتحقوا معكم. احنا لما بلشنا تعرفنا على بعض بفتره الحظر نفسها، تعرفنا على بعض وبلشنا ولهلا لساتنا مكملين نفسنا. والعالم الشباب بدها تلتحق معنا بيحاكونا، يعني بنعمل معهم مقابلات، كمان بنعمل لهم تدريب اول شيء، يعني بعدين ببلشوا شغل وبيرجعوا بيشتغلوا معنا. شو التدريب اللي بيخضعوا له؟ تدريب بسيط على الكول سنتر، على كيف يجاوبوا العالم مثلا. يعني بس شغل بسيط هو انه نحول العالم للدكاتره او نقدم لهم اسطوانه اكسجين حسب المتوفر عنا. يعني تدريب بسيط بس كول سنتر تقريبا. حكيت استاذ عدنان بالبدايه كيف بلشتوا انتم كمبادره عقمها، ونحن مثل ما شفنا يعني مع انتشار فيروس كورونا والبدايه حتى الاجراءات الوقائيه اختلفت والاجراءات الطبيه والصحيه، انتم كنتوا عم تحاولوا تواكبوا كل هي التفاصيل وتكونوا موجودين. خلينا نحكي عن كيف فعلا قدرتوا تكونوا موجودين وكيف عم تقدموا المساعده لما نقول ببعض الاجراءات الوقائيه من البدايه واللي للاسف ما كثير من الناس ملتزمه فيها. اليوم عم نقول على توزيع اسطوانات غاز، عم تروحوا على البيوت، عم تكونوا متواجدين. تمام. هلا نحن بحسب امكانيات الشعب، فما في عالم كثير ما بتقدر تجيب كمامك دائما كل يوم، بتقدر تشتري معقم. فالاجراءات البسيطه كثير، يعني انه نحاول نخليهم بس يلبسوا كمامه، يخلوا معهم على البيت معقم، يعني اجراءات البسيطه هي بس. في حاله الاصابه نحن نطلع لعندهم، يكون معنا طبيب، نركب اسطوانه الاكسجين، نوصل لهم اياها والطبيب بيعمل لهم معاينه بيفحصهم، وطبعا خدماتنا كلها مجانيه. وبنقدم لهم يعني حسب امكانياتنا. كم شاب بالمبادره تقريبا؟ احنا حوالي 50 شاب و30 طبيب. خلينا نحكي في مركز محدد لكم اليوم كعقمها، وخلينا نحكي عن اليه عملكم او المناورات. نحن بنعرف انتم 24 على 24 تمام. ساعه. للاسف نحن تنقلنا اكثر من مره بين مراكز دمشق، يعني هسه لا احنا مستقرين من فتره 6-7 شهور بشارع بغداد عند تربيه الدحداح. صرنا مستقرين هناك شيء 6-7 شهور. وهلا لساتنا بهذا المركز يعني. تطمحوا انه تكونوا موجودين بباقي المحافظات؟ يعني شفنا بعض النشاطات ببدايه مبادره عقمها بالمحافظات، اليوم في امكانيه تكونوا متواجدين ولا ضمن خطه اليه العام القادم فينا نقول حاطينها بين اهدافكم؟ هي حسب امكانياتنا. هلا لما وصلت الموجه على مصياف كانت مثلا وصلت بشكل كثير كبير، فحسينا انه الموضوع محتاج انه نساعد، طلعنا على مصياف فتره شهر ورجعنا. وهلا كمان في لنا فريق بالسويداء
وطلعنا فترة على درعا كمان. ممكن أنتوا عم تستهدفوا فئات الفقيرة أو الناس اللي ما عم تقدر، عم تحاولوا تكونوا متواجدين بكل هي الأماكن؟ إحنا عم نساعد الكل، بس عم نحاول أكثر شيء نركز على الفئات الفقيرة، بس يعني طبعاً أي حدا بيطلب المساعدة منا عم نحاول نلبي. خلينا نحكي عن الفترة اللي نحن موجودين فيها، عم يكون في عندكم صعوبات معينة بتأمين الأسطوانات أو حتى توصيلها، خصوصاً نحن هلأ للأسف نحن مثل ما قلت بالذروة أو بالمرحلة الرابعة من فيروس كورونا. تمام. هلأ نحن حسب الذروة والموجة عم يصير عنا ضغط الطلب على الأسطوانات، عم نحاول نلبي الكل حسب إمكانياتنا، بس في احيانا ما عم نقدر، يعني عم تكون في الاسطوانات عم تكون كلها مع المستفيدين، احنا عدد كبير من الاسطوانات صار عنا بس عم تكون مع المستفيدين، فعم نحاول لما بيخلص حاجته منا عم نرجع لعنا، احنا بنطلع بنجيبها او هو بيجيب لنا اياها على المركز، يعني عم نحاول قدر الامكان انه نساعد الكل، بس يعني في شويه ضغط زياده علينا. ضغط ويمكن صعوبات، كنتوا فينا نقول العدد عم يزيد بالمبادره والفريق، عم نحكي اليوم عن 30 طبيب مشارك، يعني صرتوا فعليا طاقم كبير اليوم، بس في صعوبات لما نحكي عن سنتين من العمل المتواصل، اساسا كان في عنا سابقا حظر، كان في صعوبات لتقدروا توصلوا للناس لتقدموا المساعده ضمن امكانياتكم، خلينا نحكي عن هي الصعوبات وفعليا الحافز اللي بيخليكم مكملين لما تساعدوا الناس، لما اليوم تشوف حدا فعليا ساهمت بشفائه وكنت جزء من هيدا العلاج، بتشوف ردة فعل الاهل قديش فعليا هن سعيدين، وهي نظرة الشكر يمكن تنسيك كل هي التفاصيل والصعوبات. بالضبط تماما، هذا الحافز اكثر شيء اللي بخلينا نكمل، هو محبة العالم لنا، ولما يتعافوا العالم انه يشكرونا هذا اكثر شيء بخلينا نكمل. بالنسبة للصعوبات كانت اكثر شيء عندنا صعوبة التنقل، حتى بقلب دمشق يعني او مثلا على الريف على سيد دمار او هذا الريف القريب، فكانت عندنا صعوبة التنقل، هلا حاليا قدرنا نتجاوز هذا الشيء شوي، أمننا سيارات، صار عندنا سيارتين متواجدين بالمركز دائما بالإضافة للكادر، فعم نقدر نحل المشاكل يعني شوي شوي. طيب عدنان، خلينا نذكر بالوقت المتبقي بطرق التواصل معكم، كيف فيهم الأشخاص ياخذون؟ نحن بنعرف في جروب دائما بتنشروا فيه قصص نسميها ملهمة، للأسف منها بيكون بجزء كبير إنساني عن حالات تعرضتوا لها، عن ضغوطات تعرضتوا لها، خلينا نحكي عن الأرقام كيف بيقدروا بيحصلوا عليها؟ طبعا. احنا عنا أو في إذا بتحب تذكر شيء على الهواء كمان. احنا عنا الرقم الوحيد الإسعافي هو شغال 24 ساعة دائما 092-848-0354، هذا الرقم شغال 24 ساعة، هو رقمنا الوحيد. وفي عندنا كمان في عالم تواصل معنا على صفحاتنا الشخصية من الجروب، يعني بتعرف صفحاتنا الشخصية بتواصلوا معنا كمان هدول بنساعدهم، وفي عندنا صفحة جديدة اطلقناها صفحة دكتور عقمها، كمان هي عم تساعد العالم فيها، أكثر شيء هي بيجي عليها استشارات طبية من حولها للأطباء وبيتواصلوا مع هن مع المريض. أكيد بدنا نتشكرك سيد عدنان الحموي مسؤول الموارد البشرية في مبادرة عقمة، نوجه التحية لكل الشباب مشاركين معكم بالمبادرة ولكل الجمعيات والمبادرات الشبابية اللي نشأت ضمن ظروف استثنائية وفعلا عم تقدم شيء على الصعيد المجتمعي والإنساني كتير كبير، فألف تحية لكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا كتير لكم، هذا عم نعمل واجبنا نحن تجاه شعبنا وتجاه أهلنا يعني قبل ما نعمل تجاه حدا. عدنان الحموي مسؤول الموارد البشرية في مبادرة عقمها، شكرا كتير لوجودك معنا. أهلا وسهلا.